خليني برضه اقول لحضراتكم كمان انه في المنتخبات واحنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اسرنا، يعني اللعيبه مع بعض ممكن تقعد معسكر 45 يوم واكلين شاربين نايمين مع بعض، ده ما بيحصلش حتى في بيتك. فاذا بيبقى فيه يعني اخوه اكتر من كده ايه. فطبعا الموضوع ان برضه مازال هي سياسه الصوت العالي وسياسه اللي هو الاكشن زي ما بيقولوا، ان احنا ناخد الفيلم كله او الموضوع كله في اتجاه معين، اتجاه اهلي وزمالك. خليني اقول لحضراتكم كمان ان ده في الاخر بينعكس على الرياضه باثار سلبيه جدا. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نرجع الجمهور للملاعب بسبب هذا او هذه التصرفات، مش تصرفات اللاعبين، لا تصرفات الناس اللي بتحاول تحط البنزين على النار عشان يفضل التعصب موجود. واحنا الحقيقه فاهمين ده كويس، واحنا بنحارب ده وهنفضل دايما وراه لغايه ما يرجع تاني الروح اللي موجوده بين الجمهورين وترجع تاني الماتشات وترجع تاني الجماهير للملاعب.